ثلاثية إيران تحت المجهر النووي في فيينا وسفن الحرس في البحر الأحمر وميليشياتها في سوريا. واشنطن تترصد لبكين وتفرض عقوبات على 7 كيانات بعد تطوير الصين أنظمة عسكرية بتكنولوجيا أمريكية. إيطاليا تصف إردوغان بالديكتاتور بعدما اعتبرته إذلال أنقرة لرئيسة المفوضية الأوروبية. وفي العربية الليلة عنوانان فرعيان لموضوعنا الرئيس هما: بينما يتوسع النظام الإيراني بالخارج، أكثر من 60 مليون إيراني بحاجة إلى معونات بسبب الجوع والفقر. ورسالة إلى بايدن تطالبه بسياسات قريبة من الشعب الإيراني وليس النظام الحاكم، وتذكره بخروقات طهران. نبدأ بالأخبار العاجلة التي وردت على الشاشة قبل قليل. العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يتلقى اتصالا من وزير الخارجية الأمريكي، وأنتوني بلينكين وزير الخارجية ينقل للملك عبدالله الثاني تضامن واشنطن التام مع الأردن بقيادته. آخر الأخبار العاجلة عما حصل في الأردن. إيران تناور من 3 محاور. في فيينا تدخل إلى المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني من جديد بتفاصيل جديدة عشية جولة منتظرة غدا. وفي البحر تزرع سفنها للتجسس فتضرب وتضرب. أما ميليشياتها في سوريا فتلقت أمس ضربات موجعة واستهدفت مخازن أسلحة تابعة لها. كل هذه المناورات للنظام الإيراني تأتي في وقت يعاني فيه أكثر من 60% من الشعب الإيراني من الفقر والجوع بحسب تصريحات رسمية إيرانية. وفي مقابلة خاصة مع العربية قال مندوب روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف إن روسيا اقترحت قبل 20 عاما إقامة نظام عالمي لحظر انتشار الصواريخ البالستية. أضاف أنه لا يتوقع قبول إيران التفاوض حول برنامجها الصاروخي. روسيا اقترحت قبل 20 سنة إقامة نظام عالمي لحظر انتشار الصواريخ البالستية. اقتراحنا لم يحظى للأسف بدعم كاف. الآن الوقت قد تأخر. ما لا يقل عن 20 دولة تمتلك صواريخ بالستية طويلة المدى. يبدو أن لا سبيل لوقف هذا الاتجاه. علينا التذكر بأن القانون الدولي لا يفرض قيودا تحظر على إيران في الأمد البعيد تطوير برنامج الصواريخ. هذا أمر ثابت. الآن هناك بعض القيود بموجب الاتفاق النووي والقائمة لمدة 2 أخريين، لكن لا تتوقع أن إيران ستقبل التفاوض حول برنامجها الصاروخي من جانب واحد، ولا يمكن معالجة المسألة سوى في نطاق إقليمي حسب تقديري. وفي موضوع الاتفاق النووي أيضا المزيد من التصريحات للمندوب الروسي بعد أن نشير إلى أن موقعا أمريكيا يقول إن الجمهوريين أبلغوا إدارة بايدن بعدم التزامهم باتفاق يرفع العقوبات عن إيران. مندوب روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أضاف بأن تفعيل بنود الاتفاق النووي الإيراني مع الولايات المتحدة سيتطلب وقتا لتنفيذ تعهداته في حال توصل الطرفان إلى اتفاق. يتوجب علينا التمييز بين إحياء الاتفاق وإعادة تنفيذه، لأن تفعيل الاتفاق النووي يقتضي من الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق بينهما يكون مستداما. هذا الاتفاق يتطلب بعض الوقت، ربما أسابيع عدة في أحسن السيناريوهات، حيث الصعوبات القائمة كثيرة ويتوجب حلها. وبمجرد الوصول إلى اتفاق وانطلاق مسار تنفيذه ستكون كل من إيران والولايات المتحدة في حاجة للوقت لتنفيذ التعهدات. أعلن المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي جهوزية مفاعل أراك للاختبار البارد.
هذا المفاعل أي أراك كان قد أعلن عن إقفاله عام 2015، وها هو يعود للواجهة مجدداً من خلال إعلان كمال وندي البدء بمرحلة الاختبار البارد. ولكن ما هو هذا الاختبار؟ الاختبار البارد للمفاعل. الاختبار البارد هو أمر استباقي قبل تشغيل أي مفاعل بالعالم، ويستمر الاختبار البارد لمدة عام، يتم خلالها التأكد من مدى جهوزية الأنظمة واكتساب الكوادر للخبرة الكافية للتعامل مع المفاعل. خلال هذه المرحلة ينتج المفاعل الماء الثقيل المعروف بأكسيد ديوتريوم، وهي المادة الأساسية لعملية التبريد. يمتاز الماء الثقيل بتجمده السريع ويغلي ببطء، ويعمل كوسيط للتحكم في طاقة النيوترونات. لتوضيح الصورة أكثر، فإن مفاعل أراك يحتوي دائرتين، الأولى هي المسؤولة عن إزالة الحرارة من قلب المفاعل، والثانية مخصصة لنقل الحرارة من الدائرة الأولى إلى أبراج التبريد. وتحتوي مبدلات حرارية، أحواضاً مركزية بضخات مياه ساخنة، أبراج تبريد بضخات عودة الماء البارد. جدير بالذكر أنه لا يمكن للمرحلة الأولى العمل دون تشغيل المرحلة الثانية، أي مرحلة التبريد. أعلنت البعثة الأوروبية عن عقد جلسة غدا الساعة 10 صباحا للدول الموقعة على الاتفاق النووي، وتأتي هذه الجلسة لمناقشة ما توصلت إليه لجنتا الخبراء من الجانب الإيراني والأوروبي، لجنتان كانتا مخصصتين لبحث التفاصيل المتعلقة بإعادة إحياء الاتفاق النووي في محادثات فيينا. وسيرأس هذه الجلسة أنريكي مورا نيابة عن جوزيب بوريل باسم الاتحاد الأوروبي. تياري كوفيلا الباحث في معهد آيرس للعلاقات الدولية من باريس، أهلا بك معنا أستاذ تياري كوفيلا. أنا أريد أن أسألك أولا عن معلوماتكم وتحليلكم لما تم التوصل إليه في هذا الأسبوع على الأقل. هل تعتقد بأنه تم إنجاز شيء حقيقي يبنى عليها عندما يعني تعاود المفاوضات؟ أعتقد أنه يجب أن نتوخى بالحذر، لكن أرى أن هذه بداية جيدة. فأن تبدأ الولايات المتحدة وإيران في التحاور حتى ضمن مجموعة موقعي اتفاق 2015، هذا يبعث بإشارة إيجابية ويبين بأن الطرفين يريدان عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي. ما العقبات الأساسية التي باعتقادك يمكن أن تعترض العودة السريعة إلى الاتفاق؟ ثم هل لو تم الاتفاق سيكون التنفيذ أيضا سريعا؟ العنصر الذي يبعث على التفاؤل هو أن يبدو أن الولايات المتحدة تركز الآن على العودة إلى اتفاق عام 2015، وقد أوقفت مطالبة إيران بمناقشة ملفات أخرى مثل برنامج الصاروخي وسلوك إيران الإقليمي. أستطيع أن أقول أن المشكلة الأساسية تتمثل في السياق السياسي داخل الولايات المتحدة. نحن ندرك أن الكونغرس يتعلق الأمر بالديمقراطيين أو الجمهوريين يظل معارض بشدة لعودة الولايات المتحدة للاتفاق ورفع العقوبات عن إيران. فهل الحكومة الأمريكية سوف تولي الأولوية للعودة للاتفاق مما يتطلب رفع العقوبات، أم أن سيكون هناك عقبة كأداء بسبب رفض الكونغرس الأمريكي؟ أما من الجانب الإيراني، أعتقد أنه إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات لن يكون هناك أي مشكلات في عودة إيران عن انتهاكات الاتفاق النووي. الأساس أو المطلب الأساسي هو رفع العقوبات من جانب الولايات المتحدة، وأعتقد على الحكومة الأمريكية أن تتجاوز معارضة الكونغرس. هذا ما سميته حضرتك بالسياق السياسي داخل الولايات المتحدة في جزء من إجابتك، ولكن هناك السياق الإقليمي أيضا
ومن هذا السياق تحذيرات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي خرج بالأمس محذرا من الموافقة الدولية لعودة طهران إلى الاتفاق النووي. نستمع ثم نعود إليك أستاذ كوفيلا. السكنة إيران تخزور והפעם בהסכמה בינלאומית למסלול שיאפשר לה לפתח ארסנל גרעיני, הסכנה הזאת מונחת לפתחנו. ממש בימים אלה. אסור לחזור להסכם הגרעין המסוכן עם איראן, כי איראן גרעינית היא איום קיומי על מדינת ישראל ואיום גדול מאוד על ביטחון העולם כולו. إذا أستاذ تياري، السياق الإقليمي كيف يمكن أن تتخيله مقارنة بإنجاز الاتفاق السابق منذ عام 2015 حتى انسحاب الولايات المتحدة منه، أخذا بعين الاعتبار عددا من العوامل الإقليمية في هذا المجال غير إسرائيل؟ وي نومي نعم، صحيح أن هناك اعتقاد في إسرائيل وفي السعودية وفي الإمارات أيضا بأن إيران تنتهج سياسة هيمنة في ظل ما يحدث في سوريا والعراق واليمن. إذن هناك قلق بالغ لدى دول الخليج الفارسي بسبب بروز إيران، لكن أعتقد لا يجب أن نخلط الأمور. أتفهم هذا القلق، ولكن شهدنا بأن سياسة الضغوط القصوى التي مارسها دونالد ترامب أدت إلى تفاقم الوضع، واقتربنا من الحرب عندما اغتيل الجنرال سليماني في بداية عام 2020. أعتقد يجب العودة إلى الدبلوماسية، وقلت في على هذه الشاشة أنه يجب أولا التأكيد على عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق 2015 الذي كان يعمل، وكان يؤكد على أن يظل البرنامج النووي الإيراني سلميا لفترة من الزمن. يجب أن تعود الولايات المتحدة للاتفاق، ثم يجب على الولايات المتحدة وإيران إطلاق حوار وأن يتم التطرق إلى الموضوعات المقلقة الأخرى، ولا يجب أن نضع العرب أمام الحصان. فيجب أولا أن تعود الولايات المتحدة إلى اتفاق عام 2015، ثم ربما تناقش مواضيع أخرى كصواريخ البالستية ونفوذ ميليشيات إيران في المنطقة. شكرا جزيلا لك تياري كوفيلا، الباحث في معهد آيريس للعلاقات الدولية من باريس، تحياتي إليك. إذن مصادر العربية تتحدث عن إحباط هجوم ب24 صاروخاً كان يستهدف قاعدة عين الأسد في العراق. الرسائل تتوالى مع مواصلة طهران انتهاكاتها الحقوقية ضد مواطنيها. طلب أكثر من 300 خبير إيراني في رسالة إلى الرئيس الأمريكي بالتركيز على خروقات حقوق النظام الإيراني لحقوق الإنسان، إذن على اختراقات النظام الإيراني لهذه الحقوق. الرسالة وفق موقع إيران انترناشنال حثت بايدن على وضع قضايا الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان محوراً لسياساته تجاه إيران، إضافة لدعم إرادة الشعب الإيراني في إقامة جمهورية ديمقراطية علمانية غير نووية. كما دعا الخبراء الرئيس الأمريكي بعدم أو إلى عدم منح طهران تنازلات أو إلغاء العقوبات المفروضة عليها في حال لم تضع حداً لانتهاكات حقوق الإنسان ودعم الإرهاب في الخارج، مطالبينه بتجنب أخطاء العقود الماضية وضرورة جعل حقوق الإنسان والديمقراطية في محور سياساته تجاه إيران.
إذن خلية الإعلام الأمني العراقي تتحدث عن مباشرة تفكيك 24 صاروخا داخل عربة شرق قاعدة عين الأسد. وآخر المعلومات في الأخبار العاجلة أسفل الشاشة من ولاية من كونتيكت الأمريكية، معنا دكتور كاظم كازوريان أحد الشخصيات الموقعة على هذه المذكرة التي تحدثنا عنها. أهلا بك معنا دكتور. هل تعتقد بأنه هكذا رسائل مفيدة تهتم بها إدارة بايدن التي تضع كأي إدارة أخرى مصالح الولايات المتحدة قبل أي مصالح أخرى؟ تحياتي ويسعدني أن أكون معكم ومع مشاهدكم. أعتقد أن هذا السؤال هو سؤال وجيه. أن الموقعين على هذه العريضة كانوا قد ارتأوا أهمية من أن الرئيس بايدن لابد له أن يستمع إلى صوت الإيرانيين ومطالبهم. الشعب الإيراني يطالب وأسرهم بحقوق الإنسان بحيث يتم احترامها، ويطالب بأن يتم إرساء الديمقراطية، ويطالبون وكانوا قد طالبوا هذا الأمر منهم بأن لا تتدخل حكومة إيران بدول الجوار، وأن يتوقف هذا النظام في إيران عن قمع الناس والشعوب. والرئيس بايدن لابد له أن يصغي سمع إلى هذه الأصوات التي نطق بها الشعب الإيراني. أمريكا تريد الآن على ما يبدو، إذا ما يعني كانت المفاوضات ناجحة، أن ترفع العقوبات عن إيران مقابل عودة الأخيرة إلى الاتفاق النووي. رفع العقوبات، هذا أي رسالة باعتقادك سيرسل بها إلى النظام الإيراني؟ كيف سيتلقف النظام الإيراني عودة الولايات المتحدة إلى هكذا اتفاق بعد رفع العقوبات؟ لابد لنا أن ننظر إلى هذه الرسائل وكيف كانت على مر السنوات الأربع الماضية. الولايات المتحدة وبعض الزعماء الآخرين في العالم كانوا يسعون لإيجاد نوع من الشقاق في داخل النظام الإيراني في مسعى لدفع للتصرف بطريقة أفضل، لكنهم أخفقوا وكانوا قد تجاهلوا في مرات عديدة ما تقوم به إيران مع دول الجوار، وقد تجاهلوا أيضا هؤلاء الضحايا، ضحايا النظام داخل البلاد وخارجه. ومن المؤكد، يحدوني الأمل، أن في هذه المرة سوف يستمع الرئيس بايدن وإدارته إلى أصوات هؤلاء الناس الذين يطالبون بالسلام ويطالبون بالحرية. ولكن إن فشل هذا الأمر فقد يكون هذا خطأ فادحا ولن يكون مقبولا من جانب الشعب الإيراني. فما من اتفاق يمكن أن يبرم ما سوف يتجاهل الديمقراطية ويتجاهل السلام ويتجاهل مسألة الانتشار النووي وحقوق الشعب الإيراني، هذا كله لن يكون مقبولا من الشعب الإيراني. ومقابل من يطالب بالحرية والسلام، هناك من يعاني في الداخل، وسنعود بهذا الموضوع إليك بعد قليل. بينما تزداد معاناة الشعب الإيراني الاقتصادية، تستمر ميزانية الحرس الثوري الإيراني في الارتفاع عاما تلو الآخر لتسليح الميليشيات وزعزعة استقرار المنطقة. نسبة سكان إيران من الذين يعيشون تحت خط الفقر وصلت إلى 60% بحسب إحصاءات رسمية، بينما ارتفعت ميزانية الحرس الثوري لتصل الزيادة إلى 58% مقارنة بالعام الماضي. وأكثر من 60% من الموظفين العاملين في مختلف المهن لا يشملهم أي تأمين. في المقابل ارتفعت ميزانية الجيش الإيراني مسجلة زيادة نسبتها 53% مقارنة بميزانية العام الماضي. نحو 6 ملايين إيراني فقدوا وظائفهم خلال الفترة الأخيرة. على الجانب الآخر، ارتفعت ميزانية أركان القوات المسلحة الإيرانية بنسبة 70% مقارنة بالعام الماضي. وعلى النقيض، ارتفعت أيضا نسبة الإيرانيين الذين بحاجة إلى معونات اجتماعية لتصل إلى 72%. Thank you.
نعود إلى دكتور كاظم كازورنيان، وهو أحد شخصيات الموقعة على تلك المذكرة التي عرضنا لها في السابق، ولكن أنا أريد أن أسألك الآن، مع هذا الواقع الإيراني في الداخل، ألا تخشون من أن يؤدي يعني ألا تؤيدون أن يؤدي رفع العقوبات إلى بحبوحة، إلى راحة اجتماعية واقتصادية في الداخل، بما أن الأرقام بهذا السوء في الداخل الإيراني؟ لماذا إذن تطالبون بعدم رفع هذه العقوبات؟ كلا، لأنه من خلال رفع هذه العقوبات أولا علينا أن نسمع لصوت الشعب الإيراني، فالشعب الإيراني لا يطالب برفع العقوبات في حقيقة الأمر. إذا ما استمعت إلى أبائنا وأمهاتنا وأخواتنا في إيران، فهم قد تحملوا قدرا كبيرا من الصعوبات الاقتصادية، ووسعهم تحمل المزيد طالما أن هناك فرصة لتغير في النظام، وإذا ما كانت البلاد سوف تتغير إلى بلاد حرة، وسوف يكون هناك مجتمعات حرة، طالما أن هناك بوادر أمل في المناحي الاقتصادية والاجتماعية، وطالما أن هناك أمل يمكن التعويل عليه للعيش بسلام مع الدول الجوار، وهم لا يرغبون إذا ما حدث كل ذلك رفع العقوبات. ولكن لابد للنظام الإيراني أن يفي في هذه الوعود، وأن أي اتفاق مع إيران لا يشمل مسألة حقوق الإنسان، ولا يتكئ على حقوق الشعب الإيراني، ولا يستند على مسألة العيش السلمي مع الدول المجاورة لإيران، فهذا الاتفاق لن يكون مقبولا. والشعب الإيراني يرغب بتغيير النظام ولا يطالب بإنهاء للعقوبات. كاظم كازيرونيان، وهو البروفيسور وأحد الموقعين على شخصيات أحد الموقعين من الشخصيات الإيرانية الأمريكية على الرسالة إلى بايدن، شكرا جزيلا لوجودكم معنا في العربية الليلة، تحياتي إليك. قالت إيران إنها سترد على استهداف السفينة سافيز في مياه البحر الأحمر، لكنها وبحسب المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي لا تستطيع اتخاذ أي رد فعل إلا بعد انتهاء التحقيقات ومعرفة وكشف المتورطين في الحادث. شكارجي قال في تصريحات لوكالة سبوتنيك إن الاتهامات تحوم حول أعداء إيران المباشرين، في إشارة إلى إسرائيل والولايات المتحدة، مضيفا أن واشنطن لها يد دون شك في محاولة تقويض إيران وإلحاق الضرر بها. من جهتها تراقب إسرائيل الوضع في المنطقة تحسبا لرد محتمل من إيران على استهداف السفينة سافيز من خلال صواريخ ملاحية ومسيرات مفخخة، وذلك بحسب مصدر عسكري إسرائيلي. الحرب البحرية الدائرة بين إسرائيل وإيران طفت على السطح بقوة وأصبحت علنية، لكن استهداف السفينة الإيرانية المستخدمة من الحرس الثوري كان نقلة نوعية في هذه المواجهة، والتقديرات في إسرائيل أن إيران سترد باستهداف سفينة إسرائيلية أو بطرق أخرى. لا أتطرق إلى أي من العمليات التي تنسب أو لا تنسب إلينا في الشرق الأوسط. إسرائيل تواصل الدفاع عن نفسها بدون توقف،
مصدر إسرائيلي قال إن الاستهداف جاء رداً على استهداف إيران سفينتين مملوكتين لشركات إسرائيلية، لكن التوقيت لافت بالتزامن مع انطلاق المفاوضات الإيرانية الغربية للعودة للاتفاق النووي التي تعارضها إسرائيل، في الوقت الذي يسود فيه خلاف داخل المؤسسة الأمنية مرة بسبب علنية المواجهة والتسريبات التي تجر إيران للرد، ومرة ثانية لأن واشنطن تريد هدوءا لإدارة حوارها مع طهران. أقول لأصدقائنا أن الاتفاق مع إيران يعبد طريقها إلى السلاح النووي الذي يهددنا بالدمار. اتفاق كهذا لن يلزمنا بشيء. سلاح البحرية الإسرائيلي بات في حال استنفار، وتجوب سفنه الحربية البحر الأحمر والمتوسط إلى جانب الغواصات التي تقل الكوماندوز إلى نقاط بعيدة. تلفي إسرائيل نفسها أمام معضلة، فأحيانا تضطر للإعلان بدون أن تتبنى عن استهداف سفينة إيرانية بهدف إرسال رسائل شرقا أو غربا، لكن ذلك يزيد التهديد، علما بأن 90% من الواردات الإسرائيلية تصل عن طريق البحر. زياد حلبي، العربية، ميناء أسدود، جنوبي إسرائيل. ننتقل مباشرة إلى العلا، حيث يحيي أندريا بوتشيلي الفنان الإيطالي حفلا الآن للمرة الثالثة في تلك المنطقة في العلا. نستمع. Andrea will now sing two of his favorite songs with you, but I think I won't introduce them because you're going to recognize them without any introduction. They are two of the most famous songs anywhere in the world. Thank you. إذن كان هذا جانبا فقط من هذا الحفل، إحدى فقرات حفل أندريا بوتشيلي في العلا، التي كان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا أطلق بالأمس الرؤية التصميمية لمخطط رحلة عبر الزمن يهدف إلى إحياء وتأهيل المنطقة الأثرية الرئيسة في العلا بشكل مستدام. باقونا معكم لنتابع أيضا. أكثر من 130 قتيلاً بالاشتباكات القبلية في الجنينة بولاية غرب دارفور. أعلن والي غرب دارفور في السودان عن ارتفاع عدد القتلى جراء الاشتباكات القبلية في مدينة الجنينة عاصمة الولاية إلى 132 قتيلاً و155 جريحاً، مشيراً إلى استمرار عمليات نهب الممتلكات رغم توقف القتال، وأن قوات الأمن تتعامل مع هذه الجماعات. أوضح أن هذه الميليشيات تم تشكيلها خلال حكم الرئيس البشير، وأن هدفها النهب ولا اهتمام لها بالشأن الداخلي. أضافت وزارة التجارة الأمريكية 7 كيانات صينية متخصصة في أجهزة الكمبيوتر العملاقة إلى قائمة الشركات الخاضعة لعقوبات، لأن واشنطن تعتبرها تهديداً للأمن القومي للولايات المتحدة. قالت وزارة التجارة جينا رايموندو في بيان إن هذه العقوبات تهدف إلى منع الصين من الاستفادة من التقنيات الأمريكية لدعم الجهود المزعزعة للاستقرار من خلال التحديث العسكري، وبموجب العقوبات لن تتمكن هذه الشركات بعد الآن من إقامة علاقات تبادل تجارية مع الشركات الأمريكية. وفي جو من التوتر المتواصل مع الولايات المتحدة بشأن تايوان وبحر الصين الجنوبي، تبني بكين أنظمة أسلحة متطورة بالاستعانة بتكنولوجيا أمريكية وفق صحيفة واشنطن بوست. الصحيفة أفادت بأن منشأة عسكرية سرية جنوب غرب الصين
تستخدم تكنولوجيا أمريكية لتطوير قدرات قد تسمح في يوم من الأيام باستهداف الطائرات الأمريكية أو تايوان، إذ يستعين الخبراء بكمبيوتر ضخم يستعمل في صناعة الأسلحة ويعمل برقائق صغيرة، ويطور الخبراء هذه الرقائق بحيث يمكن استخدامها في تشغيل حاسوب عسكري فائق القدرات، ما قد يتيح للصواريخ الانطلاق بسرعة تتجاوز سرعة الصوت بخمسة أضعاف، وبالتالي قد يتيح الإفلات من أنظمة التصدي الدفاعية. الرقائق الصغيرة المستخدمة في الأبحاث صممتها شركة صينية تدعى فايتيوم تكنولوجي، توظف برامج أمريكية. هذه الشركة تروج لنفسها على أنها شركة تجارية طامحة بأن تصبح عملاقة رقائق على غرار إنتل، لكنها تخفي صلاتها بالجيش الصيني، وتطمح الصين إلى تطوير قدراتها العسكرية خوفاً من التهديدات الأمريكية. وفي سبيل ذلك زادت ميزانيتها العسكرية للعام الحالي بنسبة 6.8%، لكنها بررت هذه الزيادة بأنها ترغب بتحسين أجور العسكريين لجذب أشخاص يتمتعون بمؤهلات عالية في الجيش والدفاع عن حدودها. تنضم إلينا من واشنطن هبة القدسي، مديرة مكتب جريدة الشرق الأوسط هناك. أهلا بك معنا أستاذة هبة مرة جديدة في العربية الليلة. من بكين ينضم إلينا الصحفي عامر تمام، أهلا بك معنا أستاذ عامر في العربية الليلة مرة جديدة أيضا. وأيضا أستاذة هبة أبدأ معك، كيف يمكن أن نقرأ الإجراءات الأمريكية، حجم التخوف الأمريكي هذا، وهل هو التصعيد الذي كنا نسمع عنه قبل وصول إدارة بايدن أو لا نزال ننتظر المزيد؟ هناك صراعين أساسيين يواجهان إدارة بايدن، الصراع مع روسيا وهو صراع أيديولوجي في الأساس، والصراع مع الصين وهو صراع اقتصادي تجاري. أود أن أرجع بك إلى مشهد العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب السابقة عندما أغلقت القنصلية الصينية في ولاية كاليفورنيا. في ذلك الوقت اتهمت الصين بسرقة يعني معلومات تكنولوجية عالية من خلال قرصنة صينية على الشركات التكنولوجية الأمريكية، وتم خلال هذا المشهد حرق العديد من الملفات للدرجة التي يعني ارتفعت فيها هبة النار بشكل كان ملحوظ في ولاية كاليفورنيا. هذه القرصنة الإلكترونية من جانب الصين مستمرة منذ سنوات طويلة، وهناك ملف صراع قائم ما بين الشركات الأمريكية ومنافستها الصينية في مجال الجيل الخامس، في مجال الإنترنت، في مجال الرقائق الإلكترونية. صار في يعني حرب كلامية وتجارية شعواء، وخاصة بموضوع الملكية الفكرية اللي تابعناه طيلة فترة طويلة. ابقي معنا أستاذ هبة، أخذ رأي أستاذ عامر تمام فيما قلتيه فيما يتعلق بالقرصنة تحديدا. نعم، في البداية تحياتي لحضرتك وتحياتي للضيفة الكريمة من واشنطن. الاتهامات الأمريكية أو العقوبات الأمريكية بالنسبة للصين هي ليست جديدة، يعني فقد اعتادت الصين على مثل هذه الأمور، مثل هذه الاتهامات الخاصة، اتهامات فضفاضة من وجهة نظر الصين هي خاصة بالأمن القومي، بسرقة تكنولوجيا، بتطوير أسلحة ممكن أن تزعزع استقرار المنطقة. كل هذه الاتهامات هي اتهامات بالنسبة للصين هي اتهامات مكررة واتهامات فضفاضة، ولكن حقيقة دعني أشير إلى لب القضية. لب القضية هو صراع
واسع ما بين الصين والولايات المتحدة على شيئين أو على استراتيجيتين تنتهجهم الصين. الأولى وهو الذي أعلن عنهم أو الذي بدأهم هو الرئيس الحالي شي، الرئيس الحالي شي جينبين. الاستراتيجية الأولى هي مبادرة الحزام والطريق، وهذه لها طريق آخر في المواجهة من خلال النزاع الجيوسياسي ما بين الصين والولايات المتحدة. الاستراتيجية الأخرى هي استراتيجية صنع في الصين 2025، وهي استراتيجية تهدف إلى تحويل الصين إلى كما تقول إلى السيادة الرقمية، أن تكون هي على رأس أو على قمة العالم في الصناعات التكنولوجية. ومن بين هذه الاستراتيجية هي الحوسبة أو الحواسب فائقة الفائقة ومثل هذه الأمور والجيل الخامس وما إلى ذلك. فالولايات المتحدة تهدف من خلال العقوبات إلى وقف نمو أو وقف صعود الصين في هذا المجال تحديدا، ووقف يعني من خلال بث اتهامات لها كما تريد أن تقول بالسرقة والقرصنة ومن خلال العقوبات أيضا وبالعقوبات. نأخذ رأي أستاذة هبة. نعم، هناك ملفات عديدة في العلاقات الأمريكية الصينية. ملف على مستوى التعاون الذي يرغبه إدارة بايدن في مكافحة المناخ، فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، فيما يتعلق بتهدئة النزاعات في بحر الصين الجنوبي، وأيضا تقليص هذا الحشد أو التحشيد العسكري الذي تقوم به الصين ضد تايوان، أيضا فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان وتسييس ما يتعلق بالملف الرياضي في الأولمبيات الشتوية في فبراير المقبل، تسييس أيضا ملف الصحة فيما يتعلق بوباء كورونا. وبالتالي هناك ملفات كثيرة تمضي فيها إدارة بايدن ما بين محاولة خفض التوتر بصفة خاصة في الجانب العسكري وما يتعلق بتايوان وما يتعلق بهونغ كونغ، ومحاولة التعاون فيما يتعلق بملف مكافحة المناخ واتفاقية باريس. لكن في النهاية هناك فن لفرض العقوبات، كيف تفرض عقوبات تمام تجبر الطرف الآخر على أن يستجيب لها، لأن الصين ليست دولة صغيرة، هي تعد من طبعاً أكبر الدول الاقتصادية طبعاً المنافسة. طبعا أستاذ عامر، إذن من هذا المنطلق الذي تتفضل به أستاذة هبة، يمكن العمل على شيء ما، على التفاوض على الأقل في ملفات، على إبقاء الملف مدارا بطريقة حتى لو كانت الدنيا. حقيقة هذا ما كانت ترغب فيه الصين، كانت ترغب في إدارة الخلاف، كانت ترغب في حل النزاع التجاري ما بينها وبين الولايات المتحدة تمام. كانت تأمل في أن تكون هناك بوادر لذلك، ولكن يبدو أن يعني الأمور أو الرياح لم تأتي بما تشتهي الصين. الأمور تسير على نفس إدارة بايدن، تسير على نفس الخطى الخاصة بإدارة ترامب. هناك المزيد من التصعيد، هناك المزيد من المواجهة، ربما كما تفضلت الزميلة من واشنطن هناك تعاون سيكون في مجال المناخ، في مجال مكافحة حتى فيروس كورونا، في مجال منع الانتشار النووي، ولكن الصراع سيستمر. دعني أشير أيضا إلى أن ملف تايوان هو قنبلة موقوتة أو صراع مؤجل. أدعوك للبقاء معنا لمتابعة الفقرة المقبلة المتعلقة بتايوان، هذا الملف المتفجر، والموضوع سيبقى قائما ولنا لقاءات أخرى بإذن الله معكما. شكرا جزيلا أستاذ هبة، أستاذ عامر كذلك تحياتي إليكما. شكرا. طبول الحرب تدق إذن حول تايوان، تفاصيل ذلك مع زميلة راوية القاسم التي انضمت إلينا هنا في الاستوديو الآن. راوية مساء الخير. مساء الخير لك. تفضلي. إذن مشاهدينا، طبول الحرب تدق حول تايوان وتحديدا الجزيرة التي تعتبرها الصين مقاطعة منشقة عن أراضيها. بكين تدفع بمقاتلات عدة وبوتيرة يومية إلى منطقة الدفاع الجوي التايوانية. توتر أججه إجراء حاملات طائرات صينية تدريبات قرب الجزيرة هذا الأسبوع لترد تايوان بإعلانها القتال ضد الصين
حتى النهاية بحسب وزير خارجيتها جوزيف فو. تزامن ذلك مع عبور المدمرة جون ماكين الأمريكية المحملة بصواريخ موجهة عبر مضيق تايوان، وهو تحرك وصفته واشنطن بالروتيني ونددت به الصين، فيما قالت تايوان إنه يأتي بسبب قلق أمريكا المتزايد من التحركات الصينية حول الجزيرة وحزم بكين المتزايد في نزاعات السيادة في بحر الصين الجنوبي. وبالفعل يرجح الجيش الأمريكي أن تسرع الصين جدول أو تسرع جدولها الزمني للسيطرة على تايوان، كونها الهدف التالي لها بعد إعادة إحكام قبضتها على هونغ كونغ. والأخطر أن كل ما يجري الآن يعزز وقوع حرب أمريكية صينية كارثية وفق تقرير لوكالة أسوشيتد بريس. عين الصين لا زالت على جزر كيموي وماتسو المقابلة لسواحلها، وتدعي السلطات التايوانية ملكيتها لها. ويرجح الخبراء أن أي حرب ستنطلق بعمل عسكري صيني لاحتلال الجزيرتين، غير أنها لن تكون المرة الأولى، حيث فقد حصنت تايوان فعليا الجزيرتين في عام 1958 بمساعدة الولايات المتحدة من سيطرة الصين عليها. عودة إليك يا طاهر. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات راوية. شكرا لك. نحن باقون معكم لنتابع أيضا في العربية الليلة. أعمال شغب في إيرلندا الشمالية بسبب بريكزيت ودعوات للتهدئة هناك. أهلا بكم من جديد. وصف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه ديكتاتور، وذلك ردا على سؤال تناول الحادث البروتوكولي مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في أنقرة مع رئيسة المفوضية الأوروبية تحديدا. قال إنه شعر بغضب كبير حيال الإذلال الذي تعرضت له رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلين. من جهته طلب البرلمان الأوروبي تفسيرا حول الخطأ البروتوكولي كما سمته أنقرة مع رئيسة المفوضية أورسولا فوندرلين. كان المتحدث باسم فوندرلين قد قال في وقت سابق إنها فوجئت بموقف جلوسها على مقعد جانبي خلال زيارتها لتركيا، لكنها قررت التغاضي وإعطاء الأولوية لجوهر الزيارة. معنا من بروكسل أنريكو سيربيتو الخبير في الشؤون الأوروبية. أهلا بك معنا أستاذ أنريكو. أنا أريد أن يعني أسألك أولا، هل عرفتم إذا كان الفريق الخاص بسيدة أورسولا فوندرلين قد قام بتنسيق البروتوكول الكافي مع الأتراك واتفقوا على كل شيء ثم يعني لم يلتزم الأتراك، أو صار في خطأ بروتوكولي بطريقة أو بأخرى أيضا من جانب الأوروبيين، إن كان من فريق رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أو من رئيسة المفوضية الأوروبية؟ مساء الخير. الواقع أن الأمر صعب إلى حد ما، لكني أعتقد أننا لا نستطيع أن نضع اللوم على طرف بعينه مثل رئيسة المفوضية الأوروبية. فرئيس المجلس الأوروبي كان عليه أن يرد أمام هذا الوضع، ولكن كلهم كانوا في ضيافة السيد أردوغان، واعتقد أن الرئيس التركي كان بوسعه وببساطة أن يطلب إحضار كرسي إضافي لحل الإشكال، لأن الصور توضح بجلاء أن السيدة فوندرلاين قد قالت لغيرها من المسؤولين أنها
كانت مستاءة بسبب تركها تجلس على مقعد جانبي. هذا صحيح، والأخبار العاجلة الآن على الشاشة تقول أن تركيا تستدعي السفير الإيطالي لديها على خلفية تصريحات مناهضة لإردوغان. كان ماريو دراغي وصف رجب طيب إردوغان كما قلنا قبل قليل بأنه ديكتاتور. إذن الأزمة تتفاعل وتتصاعد، هل تتوقع بأنه كان ذلك مقصودا من قبل تركيا تماما للوصول إلى يعني هذه الحالة بين الطرفين، أو أنه صار في خطأ بروتوكولي ليس إلا؟ مرة أخرى يصعب الحسم هذا السؤال في ظل العلاقات المتوترة جدا بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وذلك يعود للوضع في شرق المتوسط وكذلك في ليبيا. وفي هذه الحال يجب الفهم تصريح رئيس الوزراء الإيطالي بأن إيطاليا لديها مصالح كبيرة في ليبيا وتركيا لديها وجود عسكري هناك. إذن شخصيا أعتقد أن أو للإجابة على السؤال الذي تفضلت بطرحه، لو كان هناك رغبة في تهدئة الوضع وخفض التوتر كان بإمكان أردوغان القيام بالكثير من الأمور، لكنه لم يفعل ذلك. لا أدري فيما إذا كان هذا الحادث مقصودا لتوجيه رسالة معينة، ولكن هو فعلا بعث برسالة مفادها أن العلاقات بين الجانبين هي في وضع. البعض يقول أنه، اعذرني على المقاطعة لضيق الوقت، ولكن البعض يقول أنه شارل ميشيل أيضا كان بيده الكثير ليقوم به في هذا المجال ولم يفعله. على كل حال هذه الأزمة تتصاعد. شكرا جزيلا لك أنريكو سيربيتو الخبير في الشؤون الأوروبية من بروكسل، تحياتي إليك. دان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تجدد أعمال العنف في إيرلندا الشمالية ليلة الأربعاء الخميس، والتي ألقى خلالها متظاهرون زجاجات حارقة وأضرموا النيران في حافلة. Anybody who participates in such behavior can expect to be arrested. They can expect to be remanded into custody, and they can expect to be placed in front of the courts for due process. نهاية الساعة الأولى من العربية الليلة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. ثلاثية إيران تحت المجهر النووي في فيينا، سفن الحرس في البحر الأحمر والميليشيات في سوريا. واشنطن تترصد لبكين وتفرض عقوبات على 7 كيانات بعد تطوير الصين أنظمة عسكرية بتكنولوجيا أمريكية. إيطاليا تصف أردوغان بالديكتاتور بعدما اعتبرته إذلال أنقرة لرئيسة المفوضية الأوروبية. كان هذا أبرز ما لدينا في الساعة الأولى، تتابعونا في الساعة الثانية الآن.
بتذكرة ذهاب فقط، تركيا ترسل دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا وتوقف إعادة مقاتلين إلى سوريا. البيت الأبيض ينهي مراجعة استخباراتية بشأن روسيا، نتائجها عقوبات وشيكة قد تطال مقربين من بوتين. ولي العهد السعودي يعلن توقيع اتفاقيات لسبعة مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. ألقاكم على رأس الساعة لنفتح ملفات الساعة الثانية من العربية الليلة. العربية دوت نت للمزيد من الأخبار والملفات، فيدباك أت العربية دوت نت لأرائكم. ثلاثية إيران تحت المجهر النووي في فيينا وسفن الحرس في البحر الأحمر وميليشياتها في سوريا. أهلا بكم، هذا الموضوع الرئيس في النشرة في العربية الليلة بساعتيها، تتابعونا في الثانية الآن. بتذكرة ذهاب فقط، تركيا ترسل دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا وتوقف إعادة مقاتلين إلى سوريا. البيت الأبيض ينهي مراجعة استخباراتية بشأن روسيا، نتائجها عقوبات وشيكة قد تطال مقربين من بوتين. ولي العهد السعودي يعلن توقيع اتفاقيات لسبعة مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. إيران تناور من ثلاثة محاور. في فيينا تدخل إلى المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني من جديد بتفاصيل جديدة عشية جولة منتظرة غدا. وفي البحر تزرع سفنها للتجسس فتضرب وتضرب. أما ميليشياتها في سوريا فترقت أمس ضربات موجعة واستهدفت مخازن أسلحة تابعة لها. كل هذه المناورات للنظام الإيراني تأتي في وقت يعاني فيه أكثر من 60% من الشعب الإيراني من الفقر والجوع بحسب تصريحات رسمية. وفي مقابلة خاصة بالعربية قال مندوب روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف إن روسيا اقترحت قبل 20 سنة إقامة نظام عالمي لحظر انتشار الصواريخ البالستية، وأضاف أنه لا يستبعد قبول إيران التفاوض حول لا يتوقع قبول إيران التفاوض حول برنامجها الصاروخي. روسيا اقترحت قبل 20 سنة إقامة نظام عالمي لحظر انتشار الصواريخ البالستية. اقتراحنا لم يحظى للأسف بدعم كاف. الآن الوقت قد تأخر. ما لا يقل عن 20 دولة تمتلك صواريخ بالستية طويلة المدى. يبدو أن لا سبيل لوقف هذا الاتجاه. علينا التذكر بأن القانون الدولي لا يفرض قيودا تحظر على إيران في الأمد البعيد تطوير برنامج الصواريخ. هذا أمر ثابت. الآن هناك بعض القيود بموجب الاتفاق النووي والقائمة لمدة 2 سنين أخريين، لكن لا تتوقع أن إيران ستقبل التفاوض حول برنامجها الصاروخي من جانب واحد، ولا يمكن معالجة المسألة سوى في نطاق إقليمي حسب تقديري. وأضاف مندوب روسيا لدى الوكالة الدولية بأن تفعيل بنود الاتفاق النووي الإيراني مع الولايات المتحدة سيتطلب وقتا لتنفيذ تعهداته في حال توصل الطرفان إلى اتفاق. يتوجب علينا التمييز بين إحياء الاتفاق وإعادة تنفيذه، لأن تفعيل الاتفاق النووي يقتضي من الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق بينهما يكون مستداما. هذا الاتفاق يتطلب بعض الوقت،
ربما أسابيع عدة في أحسن السيناريوهات، حيث الصعوبات القائمة كثيرة ويتوجب حلها، وبمجرد الوصول إلى اتفاق وانطلاق مسار تنفيذه ستكون كل من إيران والولايات المتحدة في حاجة للوقت لتنفيذ التعهدات. أعلن المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي جهوزية مفاعل أراك للاختبار البارد. هذا المفاعل أي أراك كان قد أعلن عن إقفاله عام 2015، وها هو يعود للواجهة مجدداً من خلال إعلان كمالوندي البدء بمرحلة الاختبار البارد. ولكن ما هو الاختبار البارد للمفاعل؟ الاختبار البارد هو أمر استباقي قبل تشغيل أي مفاعل بالعالم. يستمر الاختبار البارد مدة عام، يتم خلاله التأكد من مدى جهوزية الأنظمة واكتساب الكوادر للخبرة الكافية للتعامل مع المفاعل. خلال هذه المرحلة ينتج المفاعل الماء الثقيل المعروف بأكسيد الديوتريوم، وهي المادة الأساسية لعملية التبريد. يمتاز الماء الثقيل بتجمده السريع ويغلي ببطء، ويعمل كوسيط للتحكم في طاقة النيوترونات. لتوضيح الصورة أكثر، فإن مفاعل أراك يحتوي دائرتين، الأولى هي المسؤولة عن إزالة الحرارة من قلب المفاعل، والثانية مخصصة لنقل الحرارة من الدائرة الأولى إلى أبراج التبريد، وتحتوي مبدلات حرارية وأحواضاً مركزية ومضخات مياه ساخنة وأبراج تبريد ومضخات عودة الماء البارد. جدير بالذكر أنه لا يمكن للمرحلة الأولى العمل دون تشغيل المرحلة الثانية أي التبريد. وعشية انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين الغرب وإيران غدا، أكدت الخارجية الأمريكية عرضها امتثال إيران مقابل رفع العقوبات. يأتي ذلك فيما قال المتحدث باسم الخارجية قبل أيام إن جدول المبعوث الخاص في فيينا سيكون مرنا. What this might look like in the coming days, I think it is a fair expectation that Special Envoy Malley will be in Vienna for at least the better part of this week. I am not sure that he has yet a return ticket in hand. I think his schedule is going to be somewhat flexible, as will the schedules of other members of our negotiating team here at the Department of State. Yes. خلال الأعوام الثلاثة الماضية تعرضت مخططات إيران لتمويل وتسليح ميليشياتها لضربات عدة. معهد واشنطن للدراسات أفاد بتنفيذ القوات الإسرائيلية حوالي 1000 غارة جوية على مواقع إيرانية في سوريا، ما عرقل جهود الحرس الثوري في إرسال الأموال والأسلحة إلى ميليشيات حزب الله عبر الرحلات الجوية من طهران إلى دمشق بحسب معهد واشنطن. أشار المعهد إلى أن إدراج محافظ البنك المركزي الإيراني على لائحة العقوبات عام 2018 عرقل التمويل الإيراني لحزب الله عبر المصارف والشركات العاملة بالعراق. وفي هذا الإطار تم إدراج اسم الرئيس التنفيذي لما يسمى بالمصرف العراقي الإسلامي، بالإضافة لمسؤول بارز في حزب الله يدعى محمد قصير على لائحة العقوبات. هذه الضربات التي نتحدث عنها كان آخرها اليوم في سوريا بشكل عسكري، فقد شنت إسرائيل هجوما جديدا ضمن ما تعتبره تل أبيب استراتيجية تقييد التموضع الإيراني في سوريا، وذلك في محيط دمشق بالقرب من منطقة الديماس، ما أسفر عن 3 قتلى بحسب ما أعلنه المرصد السوري. المرصد أشار إلى أن القصف دمر مستودعا للأسلحة والذخائر، يرجح أنه يستخدم من قبل ميليشيات حزب الله اللبنانية. بعد استهدافها سفينة سافيز الإيرانية في مياه البحر الأحمر، عادت إسرائيل لمواصلة ضرب المواقع العسكرية الإيرانية والمجموعات الموالية لها. سماء دمشق أضيئت بغارات إسرائيلية على مواقع عدة دمرت مستودع أسلحة تابعاً لقوات إيرانية. الهجوم وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان أسفر عن مقتل 4 عناصر من المجموعات الموالية لطهران والداعمة للنظام دون تحديد جنسياتهم. في المقابل أفاد إعلام النظام بأن الدفاعات الجوية تصدت للغارات الإسرائيلية في المنطقة الجنوبية القادمة من اتجاه الجولان المحتل ومن اتجاه لبنان، بينما سقط صاروخ مضاد للطائرات أطلقه جيش النظام في محيط بلدة حولة جنوب لبنان دون وقوع ضحايا.
وقد سمعت أصوات انفجارات متقطعة في أجواء قرى وبلدات العرقوب وحصبية ومرج عيون المواجهة لمزارع شبعة جنوب لبنان، في ظل تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي فوق مزارع شبعة ومرتفعات الجولان. خلال الأشهر الأخيرة كثفت تل أبيب وتيرة استهدافها لمواقع عسكرية وأخرى للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها في مناطق سورية عدة، حيث أوقعت الغارات يناير الماضي 57 قتيلاً على الأقل من قوات النظام والمجموعات الموالية لطهران أثناء هجوم على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية شرق سوريا في حصيلة تعد الأعلى منذ بدء الضربات الإسرائيلية. إلين يوسف، العربية. إذن تحالف دعم الشرعية في اليمن يتحدث عن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي نحو جازان، ويقول إن محاولة استهداف المدنيين من قبل ميليشيات الحوثي تعد جرائم حرب. نتابع في موضوعنا مع عباس دهوك المستشار العسكري السابق لوزارة الخارجية الأمريكية، ينضم إلينا من واشنطن. أهلا بك معنا سيادة العقيد. أنا أريد أن أبدأ معك بموضوع ما الذي يمكن أن يكون عليه الحال إذا ما سلبنا جدلا بأن ما يحصل الآن هو رسائل متبادلة بين كل الأطراف في البحر، في الجو، في البر، وفي عدة مناطق بين إيران والغرب، خصوصا الولايات المتحدة، وبين إيران وإسرائيل. كيف لنا أن نتخيل السيناريو ما لو عاد المجتمع الدولي إلى أو أمريكا تحديدا إلى الاتفاق النووي مع إيران؟ كيف ستكون العلاقة على هذا الصعيد مع كل التخوفات في المنطقة منها؟ مساء الخير، شكرا على استضافتي. هذا هو سؤال الساعة. كما ذكرتم في تقريركم فإن إسرائيل تركز في الآونة الأخيرة على الجانب السياسي والعسكري وعلى الجهود السرية التي ترمي للحؤول منع إيران من أن تصبح قوة نووية. تلك هي الأهداف الاستراتيجية الشاملة لإسرائيل، ولهذا السبب فإن نرى إسرائيل تقوم باعتراض أي جهود إيرانية سواء كانت في سوريا أو العراق أو في البحر الأحمر أو حتى في منطقة شبه الجزيرة العربية. لكن بصورة أساسية هناك مخاوف لدى إسرائيل، وكما ذكرتم فإن أحد هذه المخاوف تتجلى بمنع أي إمدادات من قبل إيران إلى حزب الله، وللحد من جهود واشنطن في سوريا، ولكي لا تصبح أيضا القوات العسكرية تتمتع بنفوذ، القوات الإيرانية تتمتع بنفوذ في سوريا أكثر من ذلك. لكن بشكل عام تشعر إسرائيل بالإحباط إزاء خطة العمل الشاملة المشتركة والتقدم الذي تحرزه، وتقوم ببعث إشارات تعبر فيها عن هذا الأمر، وتسعى من هذا الأمر من خلال فرض المزيد من الضغوط على إيران لنقل رسالة بأنها لا تشعر بأي سعادة إزاء ما قد تصبح عليه إيران من دولة تتخلص من تلك العقوبات. النووي يبقى مهما منعه يبقى مهما كان لأمريكا أو لإسرائيل أو المجتمع الدولي أو المنطقة، ولكن يبقى أثر مستقبلي بمعنى ردعي أكثر منه من الأسلحة التي تشكل أمرا واقعا حاليا في محيط دول العربية الأساسية، في محيط إسرائيل أيضا. وهنا الخشية حيث تمكن إيران ميليشياتها. هل بهذا المعنى تتوقع استمرار الصراع على حاله بغض النظر عما إذا تم التوصل إلى اتفاق من عدمه بموضوع النووي؟ مرة أخرى، نعم، إيران تظهر اهتماما واسعا بالحصول على تكنولوجيا نووية. انسى موضوع السلاح النووي، هذا ليس على طاولة المفاوضات، لكن الحصول على تكنولوجيا نووية قد يكون خطوة أساسية تشكل تهديدا للمنطقة، وهذا في حقيقة الأمر قد يصعد من مستوى التوتر بين إيران وإسرائيل والدول المجاورة. وكذلك هناك عنصر مسألة الحصول على المعرفة التكنولوجية، وهذه والسلاح النووي قد يكون هو أيضا سلاحا يستخدم في الردع.
لكن إذا ما أصبحت إيران تتمتع بالقدرات النووية وتفتقر إليها الدول المجاورة، فهذا سوف يعطي إيران اليد الطولة في كل شيء، في النواحي العسكرية وفي مسألة التفاوض في الأمم المتحدة وعلى المستوى الإقليمي. هذا لن يكون ردعا فقط على المستوى الإقليمي، بل هذا سلاح سياسي، وتسعى إيران للحصول على هذه التكنولوجيا، الأمر الذي يمكنها من خلاله أن تملي جملة من القضايا على الطاولة. انظروا إلى كوريا الشمالية مثلا، فهي دولة معزولة في الشرق، أقصى الشرق، واستطاعت بفضل تلك المكونات أن تصعد لتصبح على أوج الساحة الدولية. أستاذ عباس داهوك، المستشار العسكري السابق لوزارة الخارجية الأمريكية من واشنطن، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا. نفوذ الميليشيات الإيرانية تستمده من منطقة واسعة النطاق في الضفة الغربية لنهر الفرات بمحافظة دير الزور، وهي تسيطر على معابر شرعية وغير شرعية تستخدمها لتهريب السلاح والمقاتلين من البوابة العراقية. ويقدر المرصد السوري عدد مقاتلي الميليشيات الإيرانية وهم من العراق وأفغانستان وباكستان بأكثر من 15,000 مقاتل، ويتمركزون بين مدينتي البوكمال الحدودية مع العراق ودير الزور مرورا بالميادي. فلول داعش تتخذ من كهوف جبال مخمور جنوب غرب أربيل ملاذا، والعملية العسكرية التي بدأها سلاح الجو البريطاني في 22 مارس مستمرة. وزارة الدفاع البريطانية أفادت بتنفيذ طائراتها عدة غارات جوية استهدفت التنظيم شمال العراق خلال شهر مارس، في عملية استغرقت 10 أيام بالتنسيق مع قوات برية عراقية. فيما أكد وزير الدفاع بن والس أكد التزام بلاده بهزيمة داعش ومنعها من استعادة موطئ قدم لها في العراق. العربية كانت رافقت قوات البشمرجة الكردية خلال عملياتها ضد عناصر التنظيم، والتي شملت جبل قراجوغ الذي يعتبر عقدة مواصلات بين 4 محافظات عراقية. ما يقارب أكثر من 100 إرهابي داعشي موجود في قسمين من الجبل، اللي هو قسم الجنوبي والشمالي، لأنه جبل قراجوغ كما تعرفون جبل يعني طويل. كل ذلك يأتي في إطار اتفاقية أبرمت بين أربيل وبغداد لتفعيل التنسيق الأمني للانتشار في الأماكن الفارغة. كان عندنا خنادق بطول هذه المساحة كلها، وكان فيها نقاط للبشمركة، الرباية ثابتة، وكان يعني من المستحيل تسلل أي إرهابي داعشي إلى الجبل والتخبؤ في الجبل، ولكن مع الأسف اليوم. من جانب آخر، استهدف سلاح الجو البريطاني في 4 أبريل عناصر داعش شمال سوريا على بعد 80 كيلومترا غرب الحسكة. معنا من بغداد الباحث في الشؤون العسكرية والأمنية فاضل أبو رغيف، أهلا بك معنا أستاذ فاضل. أنا أريد أن أعرف منك، لماذا يعني هذا التمايز، أو هل هناك تمايز تراه بريطاني عن غير قوات التحالف في هذه العملية تحديدا، ما سببه؟ نعم أستاذ طالب، تحية طيبة لك ولمشاهدي قناتك الكريمة. يعني أولا قوات التحالف ومنها أستراليا، فرنسا، أمريكا، الولايات البريطانية اطلعت بدور متميز، سيما فيما يتعلق بتنفيذ ضربات تطلبها منها قيادة العمليات المشتركة. الدور البريطاني كان في بداية الحرب على تنظيم داعش في 16/10/2016 بان بدء مرحلة تحرير المناطق الغربية والشمالية من البلاد، كان دورا واضحا، لكن مع تباينه مع تذبذب نشاط التنظيم، سيما بعد انكسار دولة التمكين التي كانت بان 2014 وما تلاها، خفت وطأة متابعة البريطانيين وتحولت لكفة الجانب الولايات المتحدة. الولايات المتحدة بطائرات الدرونز ايرغرافت وبطائرات الاف 16 استطاعت ونجحت إلى حد كبير في التماهي مع المعلومات التي ترفع لها من قبل جهاز المخابرات الوطني العراقي ومديرية الاستخبارات العسكرية، فضلا على الأجهزة الاستخبارية المتمكنة. إذن لماذا تعود الآن بريطانيا إلى الواجهة في هذا الملف تحديدا وفي هذه المناطق تحديدا؟ شوف أستاذ طالب، قبل قليل تحدثت عن مرتفع أو جبل قرادوش،
قراتشوك عفوا، وايضا هناك مرتفع اخر هو مرتفع بادوش، وايضا هناك صحراء غرب نينوى التي لا تبعد اكثر او اقل من 125 كيلومتر عند الحدود العراقيه السوريه البالغه 605 كيلومتر. وهناك المنطقه الاخطر دعني اقول لك المنحصره ما بين محافظه صلاح الدين وما بين محافظه نينوى شمال البلاد، وفيها ثلاث اخطر اوديه في العراق، نعم، وهو وادي وادي زغيتون ووادي الشاي ووادي ام الخناجر، وهذه الوديان الثلاثه يلتقيان بوادي واحد يسمى بوادي ام الخناجر. اطلعت الولايات المتحده، اطلعت التحالف الدولي بهذا الدور ما ادى الى قتل اكثر من 400 الى 500 من افراد التنظيم، من بينهم جبار ابو ياسر العيساوي وهو والي العراق، ومن بينهم سيد صادق وهو والي ما يسمى باقليم كردستان حسب الهيكليه الباليه لادبيات داعش. اليوم الجانب البريطاني اطلع بهذا الدور لأن قيادة العمليات المشتركة هي من تحدد الأدوار، بمعنى أن قيادة العمليات المشتركة هي من تحدد هذا الدور تحتاجه من التحالف بهذا القدر ومن الولايات ومن بريطانيا بهذا القدر. لذلك طائرات الهارير والتورنادو والجاكوار والطائرات البريطانية حقا اطلعت بدور كبير جدا، وها هي الآن تعود إلى الواجهة، بدليل أنك تتساءل، وهذا التساؤل في محله أستاذ طالب، عن 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 ماهية وعن تعليل لماذا تنشط في هذه الحقبة ولماذا فترت الحقبة المنطقية، لأن التنظيم بدأت تلوح نشاطاته في الآونة الأخيرة. شكرا جزيلا لك الباحث في الشؤون العسكرية والأمنية فاضل أبو رغيف من بغداد، تحياتي إليك. قال تحالف دعم الشرعية في اليمن إنه دمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي نحو جازان. أضاف التحالف أن محاولة استهداف المدنيين من قبل ميليشيا الحوثي تعد جرائم حرب. التحالف قال أيضا إنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني. ما زالت عملية عودة مرتزقة الفصائل السورية الموالية لتركيا من ليبيا متوقفة بحسب ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان. أرسلت السلطات التركية دفعة جديدة من مرتزقة الفصائل السورية الموالية لأنقرة إلى ليبيا خلال الأيام الماضية، وذلك مكون من 380 مرتزقا بحسب ما ذكر المرصد السوري. أشار المرصد إلى توقف عملية عودة المرتزقة السوريين الموالين لتركيا من ليبيا منذ 21 من مارس الماضي، معلنا عن وجود أنباء عن نوايا أنقرة لإبقاء مجموعات من الفصائل السورية الموالية لها في ليبيا لحماية القواعد التركية. نحن باقون معكم نتابع أيضا مراجعة استخباراتية أمريكية بشأن روسيا، نتابع تفاصيلها بعد الفاصل، أرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم من جديد. لا تزال قضية رئيسة المفوضية الأوروبية تتفاعل، حيث استدعت تركيا السفير الإيطالي بعدما وصف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه ديكتاتور، وذلك ردا على سؤال تناول الحادث البروتوكولي مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في أنقرة، تحديدا مع رئيسة المفوضية. قال إنه شعر بغضب كبير حيال الإذلال الذي تعرضت له رئيسة المفوضية الأوروبية. ينضم إلينا من روما رفعت النجار مراسل العربية، أهلا بك معنا رفعت. طبعا نريد أي تفاصيل إضافية عن هذه القضية، وهل هناك رد فعل إيطالي رسمي على استدعاء أنقرة للسفير الإيطالي لديها؟ أهلا طاهر. هو في الواقع تعبير دراغي ماريو دراغي رئيس الوزراء الإيطالي تعبير قاسي جدا، لكنه في الوقت نفسه يعبر عن أن الاتحاد الأوروبي ومعظم دول أوروبا قد فاض بها الكيل من تصرفات تركيا وتصرفات الرئيس أردوغان. ولعلك تعلم أن ماريو دراغي كان في ليبيا، وهناك عرف الكثير عن الوجود التركي في ليبيا، وهو وجود أصبح الآن شرط أوروبي لإعادة فعلا الوضع المستقر إلى ليبيا والمضي قدما إلى الانتخابات في ديسمبر القادم. الشرط الآن هو خروج
المرتزقة وخروج القوات الأجنبية المتواجدة، خاصة مع الأخبار التي تأتي عن عدم التزام تركيا بهذا الموضوع تحديدا فيما يتعلق بليبيا. إذا نرى بأن هناك أزمات حقيقية. نعم. أوروبا تحاول أن تضيء على هذا. نعم. الملف تحديدا. نعم. ما حصل بموضوع البروتوكول، ولكن لأسباب سياسية وأمنية. نعم. وعسكرية أخرى موجودة بين الطرفين. نعم، هذه قشة كانت في الموضوع برمته. الموضوع في أزمة كبيرة بين أوروبا وبين تركيا وبين الرئيس أردوغان، وفي أزمة كبيرة تؤمن بها أوروبا الآن من خلال أنه هذا الرئيس التركي تصرفاته لا تتفق مع السياسة الأوروبية، لا تتفق مع سياسة الاستقرار في المنطقة. ولهذا كون أن أردوغان يعبر في مؤتمر صحفي على الملأ بهذا التعبير القاسي ويقول هؤلاء الطغاة، وصف أيضا الرئيس التركي. نعم. بالطاغي. هذه تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي. بس المعروف أنه بموضوع الليبي. نعم. كانت لفترة طويلة تركيا حليفة لإيطاليا، وثم مررنا بفترة ما وصولا إلى عودة الانفتاح التركي على أوروبا ككل وعلى الغرب والولايات المتحدة، خاصة بعد وصول بايدن إلى السلطة. ما الذي عاد مما بدا الآن؟ لماذا عادت الأمور إلى هذه النقطة الآن باعتقادك؟ هو إيطاليا كانت تهادن تركيا ولم تكن كانت توافق على مضض، وصرح وزير الخارجية تصريحا علنيا قال فيه أن التدخل التركي حقق التوازن بين شرق ليبيا وغرب ليبيا، لكن مع مرور الوقت اتضح لأوروبا والعالم أن الوجود التركي وجود احتلالي. تركيا تتواجد الآن في ليبيا ولا تريد أن تغادر الأراضي الليبية. إذن هو احتلال تركي. هذا الاحتلال يعبر عنه الأوروبيون بالاتفاق على خروج القوات الأجنبية. تمام. والقوات المرتزقة من ليبيا على اعتبار أن هذا الشرط حتى تقوم ليبيا بكل الارتباطات التي ترتبط بها الحكومة، حكومة الوحدة الجديدة، وحتى تتعاون أوروبا كلها. تمام. مع ليبيا. تمام. وهذا موضوع سيتوالى فصولا وسنغطيه معك ومع بقية مراسلين في أوروبا. نعم. وتركيا. شكرا جزيلا لك رفعت النجار مراسل العربية من روما، شكرا لهذه المعلومات. تحياتي إليك. كشف موقع بلومبرغ الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن انتهت من مراجعة 4 ملفات استخباراتية، وهو ما يمهد بحسب الوكالة يمهد الطريق للولايات المتحدة للإعلان عن إجراءات انتقامية قريبا ضد روسيا. عقوبات أمريكية ضد روسيا تلوح بالأفق إذن، وذلك على خلفية تحقيقات أجرتها الإدارة الأمريكية. على كل المزيد حول هذا الموضوع مع حنين الشولي التي انضمت إلينا في الاستوديو. هنا حنين، مساء الخير. مساء النور. تفضلي. نعم، ويبدو أنها لم تأتي على خلفية أحداث آنية. فالمراجعة الاستخباراتية التي انتهت منها الإدارة الأمريكية الجديدة في البيت الأبيض برئاسة الرئيس بايدن تتعلق بالتصرفات الروسية، لا سيما قصة التدخل في الانتخابات. المراجعة ستفتح الطريق أمام البيت الأبيض لاتخاذ إجراءات انتقامية في وقت قريب. رد الفعل الوشيك قد يفرض عقوبات على شخصيات مقربة من الرئيس فلاديمير بوتين، إضافة لطرد ضباط في المخابرات الروسية. واشنطن سترد على 4 ملفات: التدخل في الانتخابات الأمريكية، تقارير عن مكافآت روسية لاستهداف جنود أمريكيين في أفغانستان، هجوم سولار ويندز الإلكتروني، إضافة لقضية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني. Know Vladimir Putin? You think he's a killer? Mm-hmm. I do. So what price must he pay? The price he's going to pay, well, you'll see shortly. طبعا كما نذكر رد الرئيس الروسي على نظيره الأمريكي بتمنيات لبايدن بالشفاء.
действительно, как он сказал, мы с ним лично знакомы. И что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. هذا وسبق لمصادر مطلعة في الكونغرس بأن تحدث المارس الماضي عن شن قراصنة يشتبه بأنهم روس هجوما إلكترونيا على وزارات أمريكية تمكن خلالها القراصنة من سرقة آلاف رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بمسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية. نعم، كان هذا كل ما لدي طاهر، أعود إليك ولأخبار العربية الليلة. شكرا على كل هذه المعلومات حنين، تحياتي إليك. سنتابع في نفس الملف مع ضيفنا من موسكو يفغيني سيدروف، لكن نتوقف أولا مع موجز لأهم الأنباء. فرضت واشنطن عقوبات على 7 كيانات صينية متخصصة في أجهزة الكمبيوتر العملاقة، معتبرة أنها تهديد للأمن القومي للولايات المتحدة. واشنطن أضافت أن هذه العقوبات تهدف إلى منع الصين من الاستفادة من التقنيات الأمريكية في التطوير العسكري الصيني. أكد مندوب روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تفعيل بنود الاتفاق النووي الإيراني مع الولايات المتحدة سيتطلب وقتاً لتنفيذ تعهداته في حال توصل الطرفان إلى اتفاق. أكد الجيش السوداني استعادته 95% من أراضي منطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا، مضيفاً أن الأوضاع الأمنية باتت مستقرة في المناطق المستعادة، وشدد على أن أي محاولة من الجانب الإثيوبي ستجد الرد الحاسم. أعلن والي غرب دارفور في السودان عن ارتفاع عدد القتلى جراء الاشتباكات القبلية في منطقة أو في مدينة الجنينة عاصمة الولاية إلى 132 قتيلاً وأكثر من 200 جريح. طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية بتقليص حشد القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا، ودعت إلى خفض هذه التعزيزات العسكرية لتهدئة التوتر. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا سترد على أي خطوات غير ودية للولايات المتحدة، وذلك تعليقا على أنباء بأن الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية طرد دبلوماسيين روس، إضافة إلى فرض عقوبات جديدة عليها. معنا من موسكو المحلل السياسي الروسي يفغيني سيدروف، أهلا بك معنا أستاذ يفغيني. إذن أي نوع من الردود التي تعتزم موسكو اتخاذها أو اتباعها فيما لو قامت فعلا واشنطن بفرض هذه العقوبات عليكم؟ طبعا روسيا، أولا مساء الخير لك ولسانك. مساء النور، أهلا وسهلا. طبعا روسيا يعني تدرس كل الاحتمالات المتعلقة بفرض هذه العقوبات، ولكن هناك حسب الأنباء الأخيرة يعني الإدارة الأمريكية لم تقرر بعد متى ستعلن عن هذه العقوبات، وهذا برأيي ربما دليل على أن هناك خلافا ما أو انقساما على الأقل في دوائر في الإدارة الأمريكية بخصوص فعالية هذه العقوبات، لأن هناك واضح أن هناك جناح من المتشددين الذين يدعون الرئيس بايدن لتجديد هذه العقوبات ومعاقبة موسكو وإلى آخره. وبالمناسبة بايدن ربما استجابة لمثل هذه المطالب تحدث كثيرا في أثناء حملته الانتخابية عن ضرورة معاقبة موسكو، ولكن مع ذلك هناك دوائر أخرى أو أوساط أخرى سواء في الخارجية أو ربما في وزارة المالية، وهم يشككون في فعالية هذه العقوبات التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من التدهور في العلاقات مع موسكو.
تمام، بس الولايات المتحدة تقول أنه لديها عدد من الملفات التي تجبرها بسبب تصرفات موسكو على اتخاذ مثل هذه الإجراءات. أولاً موضوع القراصنة، موضوع الهجوم الإلكتروني أو الهجومات الإلكترونية المتكررة التي تشنها بعض الجهات الروسية على الولايات المتحدة الأمريكية، أيضاً فيما يتعلق بالحشود، وألمانيا أيضاً دخلت على الخط اليوم على أوكرانيا أو على الحدود الأوكرانية، موضوع أليكسي نافالني كذلك وغيره، الكثير من الملفات. نعم هذا صحيح، ولكن روسيا تعتقد بأن مثلا العقوبات التي تحاول الولايات المتحدة أن تفرضها، وهي كذلك تقنع واشنطن، تقنع حلفائها الأوروبيين بضرورة الانضمام إليها في هذه العقوبات، الهدف منها إيجاد مبرر للتدخل في شؤون روسيا الداخلية كما ترى موسكو، وبالتالي لا جديدة في مثل هذه الإجراءات العقابية. بس الولايات المتحدة أيضا تقول أنه في تدخل بشؤون الداخلية الأمريكية من قبل روسيا بموضوع التدخل بالانتخابات. نعم هذا صحيح، وبالتالي نحن أمام طريق مسدود فيما إذا استمر التبادل بمثل هذه الاتهامات. روسيا تقترح الانتقال إلى أمور وملفات يمكن للبلدين أن يتعاونا أو ينسقا مواقفهما فيها، ومثال على ذلك مثلا تمديد معاهدة ستارت 3 بخصوص الحد من الأسلحة الاستراتيجية. هناك ملفات أخرى يمكن التعاون فيها، مثلا مجال الفضاء الكوني، مكافحة القرصنة في الفضاء وفي الجرائم السبرانية وإلى آخره. روسيا تقترح على الولايات المتحدة التعاون في هذه المجالات، لكن الولايات المتحدة لا ترد عليها حتى الآن. نختلف على الأرض ونتفق في الفضاء، يعني على أمل أن تدار الخلافات بهذه الطريقة على الأقل في الفضاء كما تفضلت. شكرا جزيلا لك أستاذ يفغيني سيدروف، المحلل السياسي الروسي من موسكو. أجرت الوحدات العسكرية الروسية مناورات تكتيكية على الحدود الشرقية الأوكرانية، فيما أعربت أوكرانيا عن تخوفها إزاء التزايد العسكري الروسي على طول خط التماس الذي يفصل قواتها عن الانفصاليين المدعومين من روسيا. كانت ألمانيا قد طالبت قبل أسابيع روسيا بإعادة شبه جزيرة القرم التي ضمتها من جانب واحد قبل 7 أعوام إلى أوكرانيا. أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن افتتاح محطة سكاكا للطاقة الشمسية وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة لسبعة مشروعات جديدة. أشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن افتتاح المحطة يأتي ضمن العمل على تنمية الاقتصاد وفق رؤية 2030، مضيفا أنه في القريب العاجل سيكتمل مشروع محطة دومة الجندل لإنتاج الكهرباء من الرياح، وأكد أن هذه المشروعات تمثل أولى خطوات السعودية لاستغلال الطاقة الشمسية وتحقيق الريادة في مجال الطاقة المتجددة. شدد ولي العهد السعودي على أن السعودية تدرك مسؤوليتها ودورها في مكافحة تغير المناخ بصفتها منتجا عالميا للبترول، مشيرا إلى أن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر تعدان جزءا جوهريا من دورها الريادي، وإلى أن هذه القضايا تأتي استكمالاً لجهود المملكة خلال رئاستها مجموعة 20، معبراً عن قدرة السعودية على أن تصبح في الأعوام 10 المقبلة مركزاً عالمياً للطاقة التقليدية والمتجددة. بحث نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبد الملك التعاون المشترك بين البلدين لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن. كذلك بحث الطرفان بحسب تغريدة للأمير خالد بن سلمان مبادرات المملكة التنموية، إضافة إلى انعكاسها الإيجابي على معيشة الشعب اليمني.
حذر اختصاصي التخدير في وحدة العناية المركزة في أحد المستشفيات الفرنسية من تفاقم تداعيات فيروس كورونا على الشباب في حال استمر الوباء في الانتشار. إنه نفس المرض ولكن المرضى مختلفون. في مارس 2020 كنا نتعامل مع مرضى تزيد أعمارهم عن 75 عاما، ولكن على عكس ما يعتقده عامة الناس، الإصابات والوفيات ليست حصرا على كبار السن. اليوم تتراوح أعمار المرضى في وحدات العناية المركزة ما بين 55 و65 عاما. إذا لم نتمكن من إيقاف الوباء، أعتقد أنه في مارس المقبل سيكون هؤلاء الأشخاص بعمر 45 عاما تقريبا. لذلك علينا أن نفعل مثل الصين تماما عبر مراقبة إجراءات التباعد الاجتماعي، أو كما فعلت إسرائيل وإنجلترا، تلقيح أكبر عدد ممكن من الناس. يتردد هذه الأيام الكثير من الأسئلة عن الأعراض الجانبية النادرة للقاحات كورونا. بداية، اللقاحات آمنة وفعالة للغالبية العظمى من المتلقين، لكن هناك حاجة لفهم أسباب الآثار الجانبية النادرة التي تصيب عدداً قليلاً جداً. فمثلاً، دافعت هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية عن لقاح أسترازينيكا بعد حالات نادرة تلقت اللقاح وأصيبت بالتجلطات، وذلك بعد أن تلقى أكثر من 200 مليون شخص اللقاح. منظمة الصحة العالمية قالت إن الصلة بين لقاح أسترازينيكا والجلطات الدموية أمر ممكن لكنه غير مؤكد. الخبراء يؤكدون أن الأثار الجانبية للقاحات مرتبطة بتوقيتها، بمعنى أن ظهور الأعراض بعد أيام وأسابيع من تلقي التطعيم لا غنى عن أن اللقاح لا يعني أن اللقاح هو السبب تحديداً. هذا مع التأكيد على أن اختبارات وتجارب سريرية أجريت على آلاف المشاركين قبل أن تسمح الحكومات باستخدام اللقاح على نطاق واسع. ومع تلقيح مئات الملايين من الأشخاص، يقول العلماء إنه من المنطقي أن الأثار الجانبية النادرة للغاية كردود الفعل التحسسية الشديدة أو جلطات الدم يمكن أن تبدأ في الظهور في التقارير. ليبقى التحدي الراهن هو معرفة أي الأثار الجانبية التي ترتبط بالفعل باللقاح. من كارديف البريطانية، دكتور محمد الحاج علي، الباحث في العلاج المناعي، أهلا بك معنا دكتور. هل يمكن معرفة ذلك الآن؟ أسعد الله مساءك أستاذ طاهر ومساء السادة المشاهدين. تأكيد العلاقة السببية هنا حتى نقول أن اللقاح هو السبب لتلك التجلطات ليس بالأمر السهل، قد يستغرق ذلك أعوام عديدة ويحتاج إلى العديد من الدراسات المعمقة هنا حتى نصل إلى أصل العلاقة السببية. لا شيء في الفحوصات يمكن أن يقول أنه سبب التجلط هو اللقاح مثلا بموضوع أسترازينيكا، لا شيء. لا، ليس هناك فحص يعطيك الجواب بشكل مباشر. لقاح شلل الأطفال مثلا منذ عدة سنوات عندما تم تطوير أحد هذه اللقاحات في النسخة الأولى منها أعطي ل 2.4 مليون شخص وتسبب بظهور حالة من شلل الأطفال. في تلك الحالة كان الجواب سهل جدا، أخذوا عينة من السائل الدماغي الشوكي وظهر نفس الفيروس الذي استخدم كفيروس ضعيف في اللقاح نفسه، ظهر في السائل الدماغي الشوكي، وهنا قالوا أن هذا اللقاح ممكن أن يسبب بشكل نادر شلل الأطفال. طيب، هل هناك ما يجب على من يريد أن يتلقى لقاحا معينا أن يقوم بفحوصات معينة، أن يلجأ إلى حمية معينة، أن يعني يقوم بأي تصرف، أو يعني بده يتكل على الله فقط ويأخذ اللقاح؟ تمام، حتى الآن تقرير الهيئة الأوروبية للأدوية لم يربط تلك التجلطات بعمر أو بجنس معين، مثلا ذكر ولا أنثى ولا يعني خلفية مرضية معينة. هم قالوا أن معظم هذه الحالات حدثت مباشرة بعد الجرعة الأولى وكانت عند النساء وبأعمار أقل من 60 عاما، ولكنهم لم يجزموا أن أخذ اللقاح عند تلك الفئة العمرية مثلا أو عند النساء محظور أو لا يستحب. هنا يبقى ما وصفوه في التقرير هنا بكلمة أن هذا التأثير نادر جدا. طب ليش بس أسترازينيكا اللي طلع عليه موضوع التجلطات عنوة عن بقية اللقاحات مثلا؟ شو المكونات المختلفة اللي فيه اللي ممكن يؤدي إلى ذلك؟ ليس هناك يعني مكونات مختلفة بشكل جذري عن اللقاحات الأخرى، يعني لابد من مزيد من الوقت حتى نفهم إذا كان هناك علاقة سببية. أستاذ طاهر، حتى الآن التأكيد يقول أنه ينبغي إدراجه كتأثير نادر الحدوث، ولكن لا يلزم إذا كان هناك علاقة سببية حول ذلك. هل هون يعني ترى بأن هناك ضجة فوق عادية
حول أسترازينيكا لم يكن يستدعيها الأمر، كان في أسباب استغلت من قبل البعض؟ بالتأكيد أستاذ طاهر، أنا كطبيب قبل أن أكون باحث وقبل أن أكون أكاديمي، يومياً في المستشفى الذي أعمل به تأتي الكثير من الحالات عند أشخاص تلقوا المطاعيم واللقاحات منذ عدة أسابيع أو حتى شهرين أو أكثر. يعني إذا صار لديه صداع أو إذا صار لديه التهاب تنفسي أو التهاب في الحلق أو أي مشكلة أخرى، بيقلك من اللقاح، فكر أولاً أنها مرتبطة باللقاح. نعم، فهذا ما يحدث لدينا حتى في النواحي السريرية. لا يعني ذلك إذا الشخص تلقى اللقاح وحدثت لديه مشكلة طبية تاليا أن تكون مرتبطة تماما بهذا اللقاح. حتى الآن نسبة تلك التجلطات لا تزيد عن نسبة التجلطات التي تشاهد عند الأشخاص الذين لم يتلقوا تلك اللقاحات. قد يكون الأمر صدفة محضة وقد يكون مرتبط، ولكن في أرقام عندك ممكن تفيدنا فيها بتحضرك حاليا أو لا مقارنة؟ نعم. بالتجلطات الفيروس. نعم، في بريطانيا مثلا في المملكة المتحدة عدد التجلطات لكل مليون مثلا ممكن أن تكون من حالتين حتى 16 حالة، يعني الحد الأدنى حالتين. الأشخاص الذين تلقوا اللقاح في المملكة المتحدة حوالي 18 مليون شخص، نسبة التجلطات لديهم هي 30 حالة من بين 18 مليون شخص، بينما نسبة التجلطات في الأحوال الاعتيادية عند 18 مليون شخص هي في حدها الأدنى 36 حالة. يعني حتى الآن عدد التجلطات لا تفوق عدد التجلطات عند الأشخاص في الأحوال الاعتيادية الذين لم يتلقوا اللقاحات. النقطة الأساسية التي أود أن أشير لها هنا أيضا، هل الإصابة بالكوفيد ترتبط بالتجلطات؟ نعم، فهل آخذ اللقاح أم أتجنب أخذ اللقاح خوفا من التجلطات؟ بالتأكيد سأخذ اللقاح، يعني خطر بدون اللقاح خطر الفيروس يبقى أكثر بكثير مهما كانت أخطار اللقاحات. معلش اختصرت، خطر الفيروس وخطر التجلطات المرتبطة بالفيروس أيضا. شكرا جزيلا لك، عذرني على المقاطعة. شكرا جزيلا دكتور محمد الحاج علي، الباحث في العلاج المناعي من كارديف البريطانية، تحياتي إليك. نحن باقون معكم، نتابع أيضا بعد الفاصل. في فرنسا انتقادات لوزراء خرقوا قيود كورونا في مطاعم سرية. أهلا بكم من جديد. بدأت السلطات الفرنسية بالتحقيق في قضية المطاعم السرية في ظل جائحة كورونا في البلاد، وذلك بعد أن قام أحد رجال الأعمال من الفرنسيين بدعوة وزراء ونخبة من المجتمع الفرنسي إلى مطعمه السري دون الالتزام بالقيود الصحية من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي. تحقق السلطات الفرنسية في قضية اتهام وزراء وسياسيين وشخصيات عامة بارتياد مطاعم سرية في باريس رغم الإغلاق وحظر التجول، اللذين أصبحا أكثر صرامة مؤخرا بسبب استخفاف بعض الفرنسيين بالأوضاع الصحية في البلاد. بدأت القصة عندما بثت القناة الفرنسية السادسة وثائقيا صورت بعض مقاطعه بكاميرات خفية تظهر رجلا مجهول الهوية يدعي تناوله العشاء في مطعم سري لرجل الأعمال الفرنسي بيير جون شالونسون مع عدد من الوزراء الذين نفوا بدورهم معرفتهم بمثل هذه المخالفات. طلبت سريعا من محافظ باريس أن يحقق في الوثائقي الذي بث على القناة السادسة، فإذا كانت المعلومات خاطئة فلن تكون هناك عقوبات، أما إذا كانت المعلومات صحيحة سوف يلاحق المجرمون. تمت دعوتي إلى هذا العشاء عبر البريد الإلكتروني مقابل 200 يورو. تحقق السلطات الفرنسية في تقارير عن إقامة حفلات وارتياد مطاعم سرية منذ أشهر، وقد جرى التعرف على 200 مشتبه بهم، وسيواجهون عقوبات صارمة بدفع غرامة مالية بقيمة 135 يورو. مونسي راذي طاهية وصاحبة مطعم باريسي تعاني من قلة الزبائن، راودتها فكرة فتح مطعمها سرا أمام زبائنها، وقد تقوم بذلك إذا استمرت الأزمة الاقتصادية الخانقة. الوضع الاقتصادي السيء الذي نمر به يدفعنا إلى التفكير بفتح مطاعم سرية، على كل واحد منا أن يحترم التباعد الاجتماعي، يجب أن نكون جميعا متعاونين في هذه الظروف.
قبل أيام تواصلت العربية مع بيير جون شالانسون منظم وجبات العشاء السرية، وهو جامع قطع تاريخية خاصة وفريدة للإمبراطور الفرنسي نابليون، لكن شالانسون اعتذر وفضل تصوير التقرير في وقت لاحق بسبب حالته المرضية. لكننا فوجئنا بلقطات حفل عشاء أقامه الأخير في هذا الفندق الخاص خلفي الذي يسكن بالي فيفيان، وقد تصل العقوبة ضده إذا ثبتت مخالفته إلى السجن لسنة كاملة وغرامة تصل إلى 15,000 يورو. ليث بزاري، العربية، باريس. تتحمل سفن الرحلات البحرية جزئياً تلويث بحارنا، فلكل سفينة تحمل على متنها 7,000 راكب تخلف نحو 210,000 جالون من مياه الصرف الصحي بحجم 10 حمامات سباحة. غير أن صانعي السفن اليوم بدأوا في إيجاد حلول لهذه المعضلة حتى نتمكن من الاستمتاع بمغامراتنا البحرية في مياه أكثر نقاء. تخطط شركة أحواض بناء السفن الأطلسية الفرنسية لتشييد هذه السفينة، وهي سفينة صديقة للبيئة، وستطبق مفهوم الشراع الصلب، والذي ينطوي على تصميم أشرعة صديقة للبيئة بطول 80 مترا. هذه الأشرعة المبتكرة مصنوعة من الألياف الزجاجية والكربون، ومن المتوقع أن تقلل انبعاثات الرحلات البحرية بنسبة تصل إلى 50%. ستسهل المواد الفريدة المستخدمة في نصب الأشرعة الصلبة لمسافات أعلى من الأشرعة النسيجية التقليدية، ويمكن التحكم بخفض الألواح المستطيلة أو برفعها للسماح للسفن بالإبحار تحت الجسور. بالإضافة إلى ذلك، سيتم دعم الأشرعة بمحرك حتى لا تعتمد بشكل كبير على الرياح. ومن المتوقع أن يكون العمر الافتراضي لهذه السفن الصديقة للبيئة أطول ب5 مرات عن نظيراتها التقليدية. شكرا لمتابعتكم العربية ليلى بساعتيها. العربية.net للمزيد feedback@العربية.net لأرائكم.